شو بو راهول؟ ليش بده يشوفني بمنطقة بعيدة؟ بورفا؟ بورفا هي انتي؟ ايه لي شوي ناطرة هون، بس ما في ولا تاكسي مرقت، فيك تاخذني على السوق لو سمحت؟ اكيد بورفا، يلا اطلعي. فيدانت انت كيفك سانجو؟ خدني معك، بدي شوف راهول كمان. بس انا مالي رايح لحتى اشوف راهول. عن جد؟ ورجيني ايدك. انت ما عم تشوف راهول، بس انا لقيت هاي القطعه من اسوارتك ببيته. بس انا ما شبك. انا نزيل. بس يلا نزيل فيدانت، يلا نزيل. يلا سانجو احكي الحقيقة. حقيقة شو؟ عن شو بدك يعني احكي؟ يلا قلي لشوف، ليش بانكوري وافقت تتزوجك هيك فجأة؟ شو السبب؟ شو قصدك؟ نحن بدنا نتزوج لأنه منحب بعض. ما بتعرف شو بيصير؟ إذا أنا وستي قلنا لبانكوري إنه ما تتزوجك، العرس بيلتغى. لا ما بتوقع هالشي، وتأكدي هاد العرس بده يصير لو شو ما صار يا بورفا، وفيكي تعملي اللي بدك يا. عن جد؟ ماشي، يعني ما رح تقول الحقيقة بسهولة. ما شو عم تعمل؟ لنشوف إذا بتحب سيارتك أكثر من بانكوري. فيدانت هيك بتحترق. فيدانت ما بدك تحكي لي الحقيقة سانجو؟ أخي شو عم تساوي؟ رح تضل سيارتك سليمة إذا بتحكي الحقيقة. فيدانت بكفي هيك، فيدانت ما تتولدن. أخي أخي لا لا، رح أحكي لكم. بانكوري خططت لكل شيء. كيف؟ سانجو لو سمحت ما تلوم بانكوري على أغلاطك أنت. أغلاطي؟ لو أنا وأبي قدرانين نساوي شيء كنا سويناه من زمان. اللي خططت لكل شيء هي بانكوري، بانكوري أختك. كذاب، أنت عم تكذب، بانكون ما بتعمل هيك. عندك فرصة سانجو، أحكي الحقيقة أحسن. لا بيدانت، هي هي الحقيقة. إذا ما أنك مصدقني شوف موبايلي، موجود عليه كل التسجيلات. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.